السلام عليكم، تحية بسم لكم أحرار. السلام عليكم، تحية لكم أحرار والحرائر في هذا الوطن الجريح. اليوم غادي نقدم لكم واحد القضية اللي هي تعرضت للظلم والحيف، وهي قضية إنسانية. اليوم معنا المناضلة العشرينية الحركية اللي كانت ديما واقفة جنب المقهورين، لا خارج الوطن ولا داخل الوطن. اليوم سهام اللي كانت دائما المساند المقهورين وكتحمل القضايا ديال الشعب المغربي في الولايات المتحده الامريكيه، واللي خلت معارك كبيره 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 كبيره، لا مع حول الاعتقال السياسي، اللي خلت معركه كبيره 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 معتقلي حركه 20 فبراير او معتقلي الريف وجميع القضايا الانسانيه، وكانت هي صوت من الاصوات الحره في الولايات المتحده الامريكيه. اليوم المغاربه خصنا كنقول كلكم، اليوم خصنا نوقفوا من اجل القضيه الانسانيه. اليوم اختنا سهام او الرفيقه سهام اللي هي منا خدنا اي حاجه. اليوم تقاسد الامومه، ملي كنقولها تقاسد الامومه، اي واحد عنده امه عنده اخته، ولكن المراه كتحس بواحد فليد الكبده ديالها اللي كتبعد منها، لان بسبب المواقف ديالها، بسبب النضالات ديالها. هذا الشيء علاش غتشوفوا معنا واحد القصه اللي هي غريبه غريبه جدا، اللي فيها ظلم وحيف دون سند قانوني، اللي اخترقت المواثيق الدوليه واخترقت كل ما يتعرض. حنا اليوم كنقولوا للمغاربه بارطاج معنا، غتكون سهام اللي هي ما تخلي عمرها ما تخلي هذا الشيء بشي واحد. سهام هي ماشي هذه، سهام اللي كان النضال الميداني ديالها اللي كيشهد ليها بهذه المواقف ديالها وبالانسانيه ديالها وبالقيم ديالها. اليوم محتاجاكم المغاربه اللي داخل الوطن واللي خارج الوطن، اللي محتاجاكم، ومن اجل القضيه الانسانيه ومن اجل الامومه ومن اجل الطفل المغتصب. اليوم الطفل راه تغتصبوا خطفوا لها من يديها، وغتحكي لكم القصه كيفاش. ومعنا اخت سهام اللي غتحكي لنا كيفاش القصه. اخت سهام شكرا لك. اول حاجه تحيه ندالية لجميع المناضلين والمناضلات، وحتى عناصر الشعب المغربي اللي ما باغيين شي ينضلوا، واخا ما باغيين شي يتنضلوا، ما عندكم النضال في الدم ماشي مشكل. فانا لي تحيه انسانيه فقط الجميع. كنظن زعما كنشكر، اولا كنشكر نور الدين على وجميع المناضلين ديال كازا، الوقوف ديالهم بجنب ديالي في هاد الظروف اللي كندوز بها انا. يعني في الحاله ديالي ما كنبغيش نصور راسي او نمثل راسي على اساس على كيف حال واحد ضحيه مكسوره الجناح. هذا انا كندوز بواحد الظروف اللي صعيبه بزاف، صعيبه ما نقولكش اصعب حاجه، ولكن صعيبه بزاف ان الواحد يدوز بها ويبقى عقله صحيح. فانا كنحاول نوصل ما يبقى عقلي صحيح، ولكن كنحاول اني نخرج منها منتصره، وغادي نخرج منها منتصره. فالقضيه ديالي هي قضيه كل صوت حر، وطريقه الوحشيه ديال التعامل مع الاصوات الحره من طرف لا الإمبريالية ولا المخزن العشوائي ديالنا. ف باختصار شديد، صادروا الحق ديالي في الأمومة من بعد ما صادروا الحرية ديالي وصادروا المستقبل ديالي والاستقرار ديالي وحياتي كاملة. هذاك الشيء كامل كيتعوض، لأن هذاك الشيء كامل كيبقى يعني ماديات كتقدر تعوض، ماشي مشكل. الإنسان كيعوضها محدو بالحياة، حاجة اللي ما نقدرش نعوضها وما باغياش نعوضها هي ولدي. هاد الوليد هذا نسيم، كانت عنده يمكن 6 سنين في هاد الفوتو هادي. نسيم دابا عنده 8 سنين و 9 سنين، على 10 سنين بقالو 3 سمان وغادي يدير 10 سنين. اليوم 486 days ما شفتوش، هاي 486 جور 486 يوم ما شفتش هاد الوليد. هاد الوليد هذا، هاد الابتسامه ما شفتهاش قدامي، ما بوستو، ما عنقتو، ما شميتو، ما لعبتو بشعرو، ما عاونتو يدوش، ما جبدتلو حوايجو، ما درت معاه الهومورك ديالو، ما فاقش في الصباح وجات تخشى فيا. هاد الوليد 486 جور ما شفت هاد الوليد. هاد الوليد ولو اننا ما نهضروش على حقي انا في الامومه، غتقولوا لي انت ادولت
وما دخلتي الميدان النضال، فانت عارفه كاين هناك واحد الضريبه نضاليه كاينه، كنت عارفه كاين ضريبه نضاليه، كنت عارفه بلي الضريبه كي غياديها الطفل، كنت عارفه انا ادولت غنأديها. غير كنت كتقولي انا الادولت خصني نقبل بالضريبه النضاليه، ومرحبا، وما تغلاش على الوطن، ما تغلاش على الوطن. لكن داك الولد واش ماشي من حقه يكون عنده ام؟ واش ماشي من حقه تربيه يما؟ علاش هذاك الولد غنحكموا عليه باليتم مثلا ويما بالحياه؟ لا يعقل، لا يعقل انني انا عندي الحنان لولاد الناس، وماشي غير دابا، من نهار كنت وانا عندي الحنان على ولاد الناس، وانا محرومه من ولدي، ولدي محروم مني. علاش؟ شكون كيستافد من التفرقه ديال ابن على امه؟ كان المنظومه الاخلاقيه كتقبلها، كان المنظومه الانسانيه كتقبلها، كان العقل كيقبلها، كان الطبيعه الكون شي حاجه ما كتقبلها. كانت حسب بين الحيوانات، لكن واحد حيوان بيبي من بعد على امه، فراح حتى شي واحد ما كيقبلها. يعني كل شيء كتجيهم تقيلة بزاف بعد الحيوان على امه. الكون والطبيعه كيقول الام والبيبي كل ما عطيتو يعني صعيبه بزاف. انا من بعد ام على ولدها وولد على يمه، ونتوقع انها غادي تكون نورمال، ماشي نورمال، اتس نوت فيري، اتس نوت نورمال. ف من هنا كان نطالب، انا ماشي كنطلب او كنتعب، كنطالب بالحق ديالي انا يكون عندي ولدي، يكون ولدي معايا. كنطالب بالحق ديالي وكنطلب منكم رجاء، ماشي امر لي، كنطلب منكم عفاكم انكم تساعدوا. كاين بزاف ديال الناس باغيين يساعدوا ما عارفينش كيفاش. احكي لي القصه، كيفاش القصه، كيفاش طرات باش تبعد ولدك، كيفاش ولدك تختار بين يديك؟ غادي غير باختصار شديد، من اجل المواقف ديالي السياسيه، وبسبب يعني كونتينيونس ديالي واصرار ديالي على فضح ماشي غير هذا النظام، ولكن موازين القوى الدوليه كامله كيف كاينه. ملي كتبان لي شي حاجه اللي هي انورمال، فيها ظلم، فيها حيف، فيها جشع باين، طمع، فانا كنهضر عليها، هضرت عليها ومازال كنهضر عليها دابا. بهذاك السبب تعتقلت انا، واعتقلوني انا، اعتقلوا حبيبتي، اعتقلوا حياتي، واعتقلوا حتى الطفوله معايا. هذاك الطفل مشى داوه، ماشي اعتقلوا، ملي كنقول لك اعتقلوا فاعتقلوا الطفوله، فرق بين اعتقلوا طفوله واعتقلوا الطفل. اعتقلوا الطفل يعني شدوا داك الولد، ولدي ما شدوش، ماشي في الحبس، ولدي في دين الخدمات الاجتماعيه في امريكا، اللي خداوه بحجه انني انا اعتقلت وما غير موجوده باش انا نعتني به، وقدموا لي ضمانات. وانا في المعتقل قالوا لي من فات خرجي احنا ما عندناش شي مشكل ضد طريقه الامومه ديالك ولا يور بيرنتين ستايل، احنا عندنا غير مشكل في وجودك انك انت ما كاينش دابا، انت behind bars، انت مشدود عليك، من فات خرجي هذاك الولد ضروري غادي نعطيو عليك. اوكي، خرجت هادي عام وثلاث شهور، فين هو الولد؟ قال لي شهر، شهر، ثلاث شهور، ست شهور، صبارة عندك، لا الهيرينغ، لا كاين شي تهمة، كاين شي عصابة قانوني، ما كانش ايوا لا تهمة لا محاكمة لا والو، داكشي باطل في باطل. فغادي نخليك وقت انت غادي تكمل لي ديتاي، انا غادي نهضر باختصار. يعني هاد الولد هذا محتاجين ان تكون واحد الحملة. علاش في هذا الوقت هذا بالضبط؟ لان في اخر هاد الشهر هذا كاينه محاكمة اللي غادي يقرروا فيها، محكمة يعني غادي تقرر فيها المصير ديال داك الولد او الحضانة ديالو شكون غياخدها. انا مستأنفة الحكم ديالهم، لان الحكم ديالهم الاولي كان قال لي انا هذاك الولد ما تشوفي حتى يعمل 18 عام، وما عطاوني شي واحد سبب علاش، مع انني وفيت جميع الشروط القانونيه اللي قالوا لي خصني نوافيها، وعملتها. كيطلبوا حجه واحده او دليل واحد، كيعطيهم 10 غير باش نشد لهم الفم، نهائيا ما خليتش لهم واحد تقيبه منين يدوزوا لي. ومع ذلك
كيختار على الاسباب. سبب مثلا من الاسباب قالوا لي انت كتفرضي ارائك السياسيه على الولد. واخا انت ملي كتعلم ولدك مثلا اللغه ديالك انت ما كتفرضش ارائك السياسيه عليه، مني ولدك او بنتك مثلا حنا في بلد اسلامي، مني ولدك كتسميه محمد او احمد، كتسميه عمر، كتسميه ابو بكر، كتسميه عثمان، هذيك ماشي فرض ارائك الدينيه والسياسيه عليه. مثلا بالنسبه لك كتسميها فاطمه، خديجه، عائشه، هذيك ماشي فرضك، فرض ارائك السياسيه عليه. كيفاش بغيتي انا اوكي ملي كدي ولدك معاك المسجد، مني ولدك كيشوف الذبيحه د رمضان، الذبيحه العيد الكبير، ملي كيعرف بلي رمضان الناس كيصوموا فيه وكيفرقوا الصيام، هذيك ماشي فرض ارائك السياسيه عليه. ولدك غادي يتعرف على ارائك السياسيه، وانا ارائي السياسيه لا السياسيه ولا الانسانيه منها كنفتخر بها، يعني ما علمتوش شي حاجه خايبه، علمتو يوقف ضد الظلم، علمتو يعاون الناس اللي ما عندهمش. ولدي فاش كان عنده 5 سنين صغر من هاد التصويره هادي، 5 سنين كان عامل عيد ميلاد، داك الوقت كانت الازمه السوريه، الحرب السوريه نايضه. هاد الوليد علمتو بواحد الطريقه، هو جات من عنده، ملي كان كيصيفط لانفيتاسيون ديال عيد ميلاد ديالو الوليدات في الكلاس ديالو، قال لهم عافاكم انا ما بغيتش لي جوي، ما تجيبوا لي شي لي جوي عندي، عافاكم انا ممكن جيبوا لي كوش، جيبوا لي الماكله في لي كانيت، هذا جيبوا لي لي كوفيرتور لي نقدروا نصيفطوها لبلاد سوريا. فلا كانت هادي هي التربيه اللي نتوما كتلوموني عليها، واخا اوكي دخلوني لها، هذه هي التربيه اللي كتلوموني عليها. انا ربيت الولد بحال هكا، ربيت وليدي ملي يشوف جاره كيسلم عليها هلو مسز سميث سلم عليها، يشوف جاره مشات للسوبر مارشي كتخرج الصخره دايره من طوبيلتها كيمشي بيديه الصغيرين ويعاونها ويهز معاها بلاستيكه او جوج. هذه التربيه كتلوموني عليها، هذه التربيه كتلوموني عليها، ان الوليد يتاثر، ان الوليد يسقسيني ماما شنو واقع في هذه البلاد وشنو واقع في هذه الدوله وشنو واقع في المغرب، وعلاش الوليدات عريانين، وعلاش الوليدات كيبكيو، وعلاش الوليدات هذا. انا كنربي في الحس انساني كتلوموني عليها، اني ما فهمتش شنو بغيتو مني بالله عليكم، شنو على عييت انا انسانه كنقول لكم عييت، قولوا لي شنو بغيتو مني، ما هو قانوني اوكي، ما هو اجتماعي فاينانشال سايكولوجيكال، شي حاجه اللي غنقدر نثبت لكم بها بانني قادره كيف ما كنت قادره من قبل، وربيت داك الولد بوحدي وكنعاود كنقولها بوحدي، ما عرفني فيها حتى واحد من غير يما وبابا، ثانكس مامي ثانكس دادي. فكنقول لكم بالله عليكم شنو مازال بغيتو من عندي نقدم لكم، كيثبت بلي قادره ام قادره انا نربي هذا الولد، اش من مازال حجه مازال بغيتو عندي، انا مستعده. ما هو قانوني كنعاود كنقول ما هو قانوني، اما ما هو ايديولوجي وما هو سياسي فلا تراجع، ما كاينش فرانات، ما كاينش لي مارش اريير. هذه مساله كنتفقوا عليها باش تكون واضحه وضوح الشمس، واقفي الله يخليكم ما تخيروني شيء بين انه نمارس الامومه ديالي، اما نمارس الامومه ديالي او نتخلى على الشخصيه ديالي ولا جزء من كياني من كرامتي. انا ما مستعداش انا نتخلى على كرامتي، لان هذا الولد فاش غادي يرجع ترجع عند يمه كيف خلاها، باش يرجع يجبر وحده مكسوره مذلوله راكعه، انا ما كان ما نبغيهاش هي لي، وبيدو غادي يقول لي هذا الشيء هذا ماشي انت اللي ربيتيني. اوكي سو انا كنقول لكم ملي رجعتي كيفاش تعاملت معك واش هذا الملف تحركت فيه الدوله المغربيه كانك كمواطنه ماشي غير الدوله المغربيه. انا هنايا كنوقف وكنتهم جميع ما يسمى ب بوتيك سياسي او اجتماعي، فينكم جمعيات النسائيه خديتو منا فلوس تشبعتو وحنا في الخارج، خديتو منا الدم حتى عييتو وحنا في الخارج. النسائيه سايتي كرامتي لا عطيوها الصفاره تصفر، اي ما حتى شي حد نصفر عليك، صفر عليك صفر عليك، انا اللي غير تحرج بيا خضر بابا نقول لك من الاخر اوكي انا ما عنديش في الصفار اوكي، كندافع على راسي بطريقتي، كنمارس حياتي بطريقتي، كنمارس حريتي بطريقتي،
وكنتحدى اي انسان يجي يحاول يدير. علاش ما تحركوش هذا الملف وما علاش الملف حساس؟ هذا ملف حساس، لكن هذا الملف بالمؤامره وبالتواتر ديال القوات المغربيه، وانا كنقولها واثقه من راسي مزيان اش كنقول، هذا تواطؤ كبير. واقل دليل على هذا التواطؤ، اقل دليل هو جرجروني وزاره الصحه، جرجروني شحال من شهر، غنديروا معاك زياره ميدانيه، لا غنفعلوا لك، ما كيجاوبوش التليفون، كيعملوا معايا رونديفو كنمشي كنجبر حتى واحد. المره كنعيط لها كتقول لي انا في عطله، انت راه جاي من الجال عندي، ملي كيحرجوهم ميريكان كيديروا معايا، جات لعندي عطيتها بدل دوكيومون 10، كتبت حالتي النفسانيه الاجتماعيه والماديه، وكتبت شنو هما الخدمات اللي انا درتو من هاد الولد هذا باش يجي، جبر جاي واحد المشاكل في لانتيغاسيون مع لا سوسيتي ماروكان، ما وصلت لهم شيء الامريكان ولو ورقه واحده. شنو وصل لهم؟ تقارير من الوزارات المعنيه كيقول لهم هذيك خيتي معرضه للاعتقال في اي لحظه، واخا بغيت نعرف معرضه للاعتقال علاش؟ لا عينكم تعتقلوني، يجيو دابا مرحبا، كتعرفوني فين كنسكن، كتعرفوني شكون انا، كتوقفوني عند كل نقطه ومراقبيني، ما عارفين كنقولها وكنعاودها، مراقبيني مراقبه دقيقه، اوكي عارفيني فين انا، لا عينكم تعتقلوني اعتقلوا، ولكن قولوا لي علاش، وكونوا مستعدين باش تعطيو واحد الحجه للتاريخ، لان التاريخ لا يرحم. التاريخ شحال هادي كان كيكتبوه المنافقين والكذابين اللي كيفوزوا، history is written by the victors، لكن دابا في عصر المعلومات، في عصر الانترنت، في عصر اللايف، فين مازال تخبى المعلومه؟ فين كيفاش غتخبى المعلومه؟ فلا كانت عندكم شي حجه عليا مرحبا، قولوا هذه واجهوني بها، قولوا لي شنو خاصني ندير انا باش نرجع هذا الولد، ما اش قلت ما طلع عليا ما قبلها شيء. وليت انا شخصيا كنخرج للشارع كنهضر مع الناس، وانا مستعده ندير حتى لاخر نهار في حياتي، ونهار يبقى فيا عرق واحد كيضرب غنبقى مازال كنعمله، لان انا هذا الولد انا ما ساعدش انا نتخلى عليه، وبغيتو على الاقل الا ما رجعتوش انا عارفه غير رجع، الا ما رجعتوش على الاقل يا ربي ما خلات عليا كلمه زوينه باش يرجع. باغي كل الناس اللي كيتبعونا دابا في اللايف اللي في برا ولا في كل مكان في كل بقعة العالم، ولكن انا دايرين بيه ولادهم، انا حسيت اليوم البارح اليوم ماشي الحاله النفسيه اللي كتعيشها سيام اللي هي كتمر بواحد الحاله جدا، ولكن عندها الداخله كان عندها واحد العزيمه وواحد القوه وواحد الاراده، هذا هو اللي مخلين سيام باش تاخذ المعركه ديالها. انا بغيت لكم المغاربه اللي في اوروبا اللي في كل مكان يوقف لو غير تدوينه، لو غير تصويره امام السفاره المغربيه او امام المنظمه الدوليه، ويحرك هذا الملف باش نكون واحد العمل جماعي، نعطيه هو نعطيه واحد الصدى كبير لليوم سيام لختنا ورفيقتنا محتاجنا للدعم النفسي لي، وكن غتكمل لكم وتحيه. واخا انا ما نحملش شي ناس اكثر من طاقتهم، ربما انك تنقل تمشي شي سفاره ولا اكثر عليك، واخا شي سهل دخل لابن ناسين باج سميتها ابن ناسين، لاباج الاخرى سميتها فري سيهم، اوكي، او لا دير هاشتاغ جاستيس فور ناسين، جاستيس فور ناسين او لا جاستيس فور سيهم، هاشتاغ غتطلع لك لي باج، دخل لي باج امبريمي لي صوره من ناسين وتصور معاها، غطي وجهك يا سيدي او لا غطي وجهك ما نشوفكش، ماشي ضروري اعمل هكذا، اعمل معاها غير تضامن من مدينه كذا، تضامن من كذا، تضامن هذا الولد محتاج تضامن ديالكم، مهما كان الراي ديالكم فيه انا كشخص، ما كانت قبول ديالكم ليا انا ماشي كشخص ولكن كاي ايديولوجيا وكاراء ومواقف سياسيه، فموقفكم من الامومه خصو يكون مستقل تماما على هذا، مهما كان هذاك الراي فانا حقي الكوني في انني نكون ام وحق ما محقتش لواحد اخر انه يصادروا لي او زولوا لي حجه انني مختلفه معك في الراي، شو ما تقتلني حيت مختلفه معك في الراي، ربما القتل اسهل لان الاخر يمكن لمتي
واحد ما كيبقاش كيتعذب بحال هكذا. عندك الولد ما كان عارفه واكل، ما كان عارفه بردان، ما كان عارفه جوعان، ما كان عارفه خايف، ما كان عارفه سلام سلام سلام. نقول حبس طريقه التضامن، عموا الهاشتاج جاستيس فور ناسين او جاستيس فور سيهان، اي واحد منا دخلوا لا باج بارطاجيو، امبريميو لا فوتو ديالو، لا فوتو ديالي انا وياه، عملوا تضامن، صوروا. شوف لا كنت ولو في مدينه مغربيه ولو في عروبيه ولو في ما نعرف شنو هي، خرج غير البارك اللي حدا دارك وصور، قول انا كنضمن معك من حد كورت، كيهمنيش مني يعني. انا نعرف اولا اني نمشي بوحدي ونوصل رساله لهذا النظام والانظمه اللي كتلاعب بهذا الملف هذا، ان ناسي ماشي بوحدو وسيهم ماشي بوحدها. الناس اللي كيتشفاو اللي ما عندهمش قلب ما عندهمش انسان كيهضرش معاكم، حتى تكونوا بنادم تكونوا بشر، كداش مع حاجه تكون حيوان، كداش مع الجيفه، كداش مع انسان ميت، كدا مع الناس اللي عندهم قلوب وحيين. علاش ما يكونش عندك ضمير؟ يكون عندك قلب كتحس. ف هاد الولد هذا بغض النظر على رايك فيه، هاد الولد هذا محتاج الهلب، الولد هذا محتاج حنان، محتاج لاف، محتاج بزاف ديال الحاجات، لان استعدت وثبت شحال هادي ومازال كنثبتها انني قادره نعطيهم لهاد الوليد هذا. هي مستعده شويه ومحتاجه شويه ديال الدعم من عندكم باش نوصلوا لواحد الرساله. انا ماشي وحدي، قبل ما نبقاو نعاودوا في نفس الهضره، شكرا بزاف على التتبع ديالكم اليوم. باي ذا واي كانت ثاني محطه هنايا في اكادير، بديت واحد الجوله وطنيه للتعريف التعريف بالحاله ديال نسيم، لان المخدم كان ضرب عليا التعتيم اعلامي تام وعازلني لا اعلاميا، اعلاميا سياسيا واجتماعيا، فانا خرجت من العزله ديالي. انا عييت هاد الناس اللي نتوما مانعيني منهم، انا خرجت لعندهم من الشارع وهدرت معاهم. هذا كان واحد ايجاب وتواجب كبير، واللي انا صدمني بواحد الطريقه مزيانه. It was a surprise. الناس تفاعلوا ومناضلين ديال كازا اللي معمري ما ننسى الوقفه ديالهم معايا، ماشي غير انسانيا ولكن حسيت فعلا اني جزء لا يتجزا من داك لا توتاليتي اللي اسمها النضال، اللي اسمها 20 فبراير، نظره 20 فبراير، واللي اسمها حراك. ومن هذا الناحيه من هذا المنبر حاول العائلات ديال المعتقلين حراك الريف بدون استثناء اللي تعرفت عليهم انا شخصيا، ما كاينش واحد او وحده اللي بخل عليا بالتضامن ديالو وبالحنان ديالو. ومن هنا كنحييكم كنقول لكم شكرا. قبلتوني وسطكم في الريف واحتضنتوني معكم في الريف، و يعني خديتو جراح ديالي بحال جراح ديالكم، وما حسستونيش بالغربه، ما حسستونيش اني بوحدي. نقول لكم شكرا. اليوم كنا في اكادير، كانت وقفه نسائيه، كانت شكل نضالي، وموراه واحد سيتين واحد وقفه نسائيه بصح لا فونتين، اللي كان عاود كنحيي اتاك، كنحيي اتاك المغرب بشكل، لان ماشي اول مره كيتضامنوا معايا، ضامنوا من اول مره وصلت فيها للمغرب. غير انا ما قدرتش نكمل معهم الصبر معهم في هذاك الدوسي، لانني كنت متبعه دي بروسيدور ليغال اللي تجرجروني فيهم، اللي هضرت عليها وزارة الصحة مثلا. فكنشكر اتاك المغرب على استضافتها ليا، اولا على الدعوة ديالها، ثانيا على استضافتها ليا، ومعها حتى هي خصني نذكر جمعية الفلاحين الصغار و السيد البحير شي حاجة هكا، من بعد غادي نعطيهم الدفرافر كري، غير دابا ما عقلتش على الاسم ديالهم. فانا في الضيافة ديال مدينة اكادير العاصمة ديال سوس، شكرا على الترحيب ديالكم، شكرا على الاستماع ديالكم، شكرا على التواجد ديالكم، شكرا على الطريقة كيف حسستوني من بعد مسألة السيتين وشكل نضالي وكل شيء كيجي كيعنقني، اللي كيبكي معايا، اللي كيشد على يدي، ما قصرتو شيء وما خليتو شيء من جهتكم، فكنشكركم. وهذه دعوة مفتوحة باقي المحطات النضالية، فأنا هنا إذا كنتم مستعدين أنكم تقفوا بجنب واحد القضية إنسانية لا علاقة لها
سياسة أو شي حاجة أخرى. فأنا مستعدة نلبي الدعوة، ولو قلت شحال هادي ومازال كنقولها، لو نطوف المغرب كامل كامل وعلى رجلي وبالحفا وبالجوع راه غنديرها، ما عنديش مشكل وما غادي. غير هي عطاكم تضامن تضامن تضامن، وباش تكتب لي غير ديك كل تضامن وشي حالك، عافاك دير فيا خير غير بلاش، عافاك غير طفي وسير تنعس، عندي ما نعمل ديك كل تضامن ديالك. فعلا غتضامن، ضامن بالهاشتاغ، ضامن بالبارتاج، ضامن بامبريمي لا فوتو تصور معاها. صفت لهاد الولد واحد الهوب، واحد ري اوف سانشاين، واحد شويه ديال الامل، لان هاد الولد هذا غادي نجيبو بطريقه او باخرى. وشوف انت او انتي كمشاهد كشخص، واش نتوما مني غادي يرجع هذاك الولد، واش غادي تقولوا لراسكم، واش كنا ما عرفتش، ما كنعرفش نقولها بالعربيه، ولكن كتقول لك history is being made. نور كلنا history is being made right now. okay, do you want to be on the right side of history or do you want to be on the wrong side of history? because there is no other side, you're either on the right side or the wrong side. هذا التاريخ، وهذا التاريخ يصنع دابا والقرار يتخذ، وهذاك الولد غادي يرجع. شوف انت واش غادي واحد النهار تقول انا على الاقل قدمت واحد الخدمه لواحد الطفل، لواحد النهار غتشوف راسك وتقول انا انسان ما كنستاهلش حتى كلمه انسان كبيره في حقي. وشكرا. تحية للجميع الاحرار والحرائق في الوطن الجريح. ملي كتشوف التوندونس في جميع الدول في العالم كتعرف العقليه ديال المجتمعات. ربما المقياس باش تعرف نسبه الوعي في المجتمع كنظن كاين المؤشر ديال التوندونس في مواقع التواصل الاجتماعي. حنا كنعرفو نيبا وساريكول وهاد الاسماء كنظن كلكم كتعرفوها، ولكن حتى حد ما كيعرف سهام. سهام المناضلة العشرينية اللي كانت دائما في صف المظلومين والمقهورين، وحنا كنعرفو النظام المخزني الرجعي القمعي. اي واحد كيحاول ينشر الوعي، اي واحد كيحاول يوعي المغاربة او لا يفضح المخططات ديال هاد النظام الرجعي شنو كيوقع ليه. اما بما يخص ترحيل القصر ديالها من الديار الامريكية، الدناءة كتوصل لحد انك تحرم انسان من ولده من اجل المواقف ديالو السياسية. امريكا وازدواجية المعايير، امريكا اللي كلشي تيهضر على انها بلد حقوق الانسان والديمقراطية، داكشي كامل ما كاينش. ها هي حالة حدانا، حالة كنعيشوها. وعشت 20 سنة 20 سنة في أمريكا، في اليونايتد ستيت، إنسانة لكل شيء القريب والبعيد كيشهد لها بأن فين ما كان شي مناضل أو شي إنسان حر كيدافع على ولاد الشعب تعتقل أو تعرض أي حاجة كتلقاها جنبه. قلت المناسبات الدولية أخويا، المنظمة هومان رايتس ووتش، وكانت تقف في المناسبات باعتراف الرفاق ديالها اللي كانوا معاه في امريكا. الاخ محمد اثرفار، تحيه الاخ محمد اثرفار من هذا المنبر، اللي كيقول ان هذيك السيده هي اللي كانت كتعطيني القوه باش نخرج. بلاتي انا ماشي هي تشي جيفارا، اي باش انا قلت ما كان شي شيء. انا ضد. شوف حنا عايشين واحد المشكل، خلينا نهضروا عليه. هذا المشكل هو الاستاذيه والانا في النظام. غير باش نوصل لواحد الحاجه، انا ما كنجيش نقول لكم انا هي القمر، مني انا هي مركز الكون، وانا هي اللي حررت عشني. نو no. انا كنت انسانه عاديه، هي انا وقتي مجهوداتي ما كلشي كنخل بيها. هي انا يعني هاد التشريف اللي كيدير كنخجل من راسي. انا ما عرفتش، انا ماشي قد التشريف هذا كامل. انا انسانه، يعني انسانه درت اللي قدرت عليه، قصرت بزاف ديال الحاجات، يا درت شي حويجات قصرت بزاف ديال الحاجات. فغير باش نكون، ما كنقول لكمش انا هي موني محمد، انا هي تشيغيفارا، انا هي ماوتشي تونغ، عافاكم بليز ودافعوا عليا. نو نو نو، بعيد على هذا.
نكونوا عارفك نقصوا شويه من الايجو، لان هذاك الايجو اللي طالعين راه مالك. شوف 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 اختي سيام اسمعني، هذا خطاب توجه عموما. اسمع حسن تحيه اختي سيام اسمع، ماشي كي نقول ولكن لكل حق حق، احنا اعوذ بالله من انا ولي وعندي، انا كنقولوا شي حاجه ماشي هذه شهاده من واحد الانسان، ماشي كان زعما مجامله ولا شي حاجه، ماشي مجامله ولا شي حاجه ولا شي حاجه، ولكن لكل عام كتقدروا غير جاب الناي. اسمع اسمع، الا غير جاب الناي وتقال واحد العمل كتبقى تشكره، فهمتي؟ الا غير جا نجار وعطى واحد الحاجه زوينه كنعطي حقه، هذا واجب ماشي حقه اللي انا كنقول لك غتخلص غير غادي لك الكراد ولا شي حاجه، النظام ماشي خدمه ولا شي حاجه، كنقوم واحد بواحد الواجب، هذا واجب ديال حد الاجيال شي حاجه، هذا ماشي كن زعما غنقول مجامله ولا شي حاجه. وكاين ناس اللي ضحاو من اجل الوطن وزيدوا عطاو الدماء ديالهم، لو قدام هاد الناس منسوا تتفر، فهمتش؟ منسوا تتفر قدام الشهداء اللي عطاو اغلى شيء في الحياه ديالهم هو الدماء من اجل هاد الوطن. كمل خير. اقصى حاجه هي انك تحرم من الفائده ديال الكبد ديالك، من قطعه منك تحرم منها، ماشي سهله. حنا كنعرفوا الامومه اشنا هي، نداء لاي مغربي اي مغربيه لاي انسان بشكل عام في المكان، هاشتاغ راه ماشي حاجه صعيبه انك باش تكتب هاشتاغ. تصوروا معايا لو هاد الهاشتاغ ولا على مستوى وطني او على مستوى دولي، يعني كيفاش انك بشكل بسيط قدرتي تتعامل مع الرفيقه سيهم، قدرتي توصل القضيه ديالها. كنا نكتبوا، انت غتقول لها هاشتاغ سهام، كنا نكتبوا جاستيس فور ناسيم. دابا حيت مازال ما عطيتش واحد الهاشتاغ العربيه، مازال كنفكر في واحد غير دابا جاستيس فور ناسيم. من شحال هادي هما خدامين عليها الناس ديال اللي كونوا فري سهام، وانا في المعتقل كونوها خلقوا الصفحه وكيجريوها مثلا لحد الان كيتجمعوا كل الاربع. هادوك الناس والله العظيم نستافدوا منهم بزاف، نستافدوا منهم شحال انا وانا هنا شحال. والناس اغلبهم ما كيعرفونيش، كاينين شي ناس نضوا معايا اوكي كيعرفوني شخصيا، كيعرفوني زعما شخصيا، الناس كلها الاربع كيتلاقاو وعندهم خدامين، عندهم القرايه ديالهم، عندهم ولادهم، عندهم كلها الاربع كيتلاقاو في الليل، وكيعطيوني واحد جوج ساعات من وقتهم، كينظموا اشكال نضاليه، كيتصلوا يعني بالكونغرس ممبرز اللي عندنا في ليطا ديالنا، كيحاولوا يضغطوا على الجهات فيما كيكون واحد المحاكمه، كيحضروا بقوه. فهذوك الناس نستافدوا منهم، وما كاينش واحد شي نهار منع عليا بيا ولا قال لي انا درت لك ولا انا فعلت لك ولا انا مناضل ولا انا عافاكم. هذه بغض النظر على القضيه ديالي، حبابكم انا راه عييت من هاد الايغويات اللي كيتشايروا في المغرب، فهمتي؟ شنو هي الاستاذيه؟ شنو هي الايغو؟ كل واحد الايغو ديالو قد جوبيتر. تيك ايزي، كوم داون، راه حتى واحد فينا ما مركز الكون. الكون فيه 7 مليار د البشر، ما حنا الا قطره اللي كيطلق انا وال. اش هاد العبث؟ اش هاد التفاهه؟ اش هاد الميوعه؟ تفاضعوا شويه. اول يعني اول انفراستركتور كاينه في اي نضال هي نكران الذات، وانتم ما كتعرفوا غير ذاتكم. راه عينا من انا شخصيا كندخل فيسبوك كنعيا، كنطفي، كنمشي. انا وليت كنحسب لي راسي انا مع واحد العالم ازرق كله مراكز الكون. كنمر شي شويه، راه الناس اللي خدموا معايا فعلا شخصيا، هاد السيد هذا ما عندوش حتى كونت فيسبوك، ما عندو شيء. ولا نوريكم التليفون اللي خدام به، ما غتفهموا والو. التليفون واقيلا جداتي ما زوريهاش. وهاد السيد مع ماما قال لي انا كندير، انا كنفعل. التواضع، تواضعوا شويه، نزل شويه للارض، تمشى معانا، راحنا غير فوق الارض. 7 مليار البشر. فهادي بغض النظر اشنو كنطلب منكم انايا اليوم، وشنو كيطلب منكم هاد الحمله. انا كنقول لكم كشخص، كرأي شخصي، وجبتها من هاد المنبر غير مناسبه، نقصوا شويه من ديك الاستاذيه، نقصوا شويه من التخوين. لكن واحد فينا رائع، ماشي حنا نحاولوا ننزلوه باش نطلعوا من راسنا، راه بزاف. الا كان شي واحد فينا عنده امراض وعقد نفسيه، عالجها بعيد على الساحه النضاليه. ما تحتاجش تخون، ما تحتاجش يعني تيرن داون اذر بيبل، انك تنهش لحد الناس الاخرين باش انت تطلع راسك. راه الا كنتي مريض لهذه الدرجه فانا كنقول لك تعالج او تعالج حبابكم، راه عييتوا.
واش الحاجة؟ باش نرجعوا للقضية ديال أختي هان، أنا بالنسبة لي مقياس المبدئية والصدق والقناعة أي عد أي واحد عند الكثير هو التضامن ديالو مع القضية الفلسطينية. والأخت سهام راه كلشي واضح، كنعرف الناس اللي قراب ليها عارفين انها كتضامن بشكل كبير مع القضية الفلسطينية. يعني انا بالنسبة لي هذا مقياس كبير لك المبدئية ديال الانسان. تحية ليها، تحية ليها على جميع المواقف ديالها. وكيف قلنا بغينا هذاك الهاشتاج جاستيس فور نسيم، جاستيس فور نسيم، فور نسيم يولي هاشتاج وعلاش لا هاشتاج وطني، ونزيدوا كاع حنايا نحلموا كثر، يولي هاشتاج دولي. ما غياخذ منك والو انك تكتب جاستيس فور ناسيم، ما غتاخذ منك حتى شي حاجه. كنا هذه طريقه باش تضامن مع سهام ومع نسيم، طريقه بسيطه جدا. ديك الناس اللي الله يلحقوا باللايف باش نعاودوا نذكروا كيفاش تم الابعاد او الاختطاف. العمليه ديال هي ابعاد الطفل عن امه، ترحيل قسري، راهو جريمة والترحيل القسري راه بدون سند قانوني. لأمريكا كتقول قانون حقوق الإنسان شي حاجة، اليوم على حالة اللي بالملموس، مش غنتسناو قنوات إعلامية تقول لنا شي حاجة، ولكن بالملموس بدون سند قانوني أو بدون تقديم المحاكمة أو دي، وما عرفناش علاش رحلوها. أول حاجة سيدة 20 عام ما دخلت البلاد، كانت نشط، كانت كما كانت تقوم بالواجب، اشكال نضاليه الحزب، القضيه الفلسطينيه، ومش غير القضيه الفلسطينيه، القضيه السوريه، القضيه العراقيه، في الريف، انسان في الدم ديالها. اي واحد اللي كان راه ملي نقول القضيه الانسانيه النضاليه، حنا كنعرفوا الطبيعه ديال هذا النظام المغربي التبعي الابوي المتسلط الاقطاعي اللي في جميع المصطلحات ديال القمعيه والحكمه، وعلاقته بولايات المتحده الامريكيه اللي هو تبعي. ولان هذا الملف تطبخ في جوج ادارات، تطبخ داخل المغرب وداخل الاداره الامريكيه. علاش؟ لان ملي كنقولوا اي صوت حر، حنا كنعرفوا الاصوات الحره اللي كيكونوا في اوروبا او كيكونوا في امريكا كيتعرضوا مش من غير المغاربه، كما يكون التلاوين الايديولوجيات ديالهم كيتعرضوا للضيق وكيتعرضوا لمجموعه من سبب الانظمه ديالهم. حنا شفنا حالات كما شفنا كنظام السعودي اش كيدير مع المعارضه ديالو، وشفنا النظام السوري كيفاش كان تابع المعارضه ديالو خارج ارض الوطن. لان كنقولوا شي خلع، راه الصوت الحر اقوى من البندقيه، الصوت الحر اقوى من البندقيه، والقلم اخطر من الرصاص، قلم اخطر من الرصاص، ربما تقدر تضربني بقرطاسه تموت، ولكن القلم يكتب الحقيقه ويفضح الدسائس. وهذا كل اصوات حره اليوم كتعرض داخل المجر للتضييق والخناق. حنا شنا عبد الصادق البشاوي، شنا مجموعه من الحوايج، لانه ملي كتشد الملف ديال الريف وفضح الريف اشنا عبد الصادق البشاوي وكيفاش تهاجر وكيفاش الان مجموعه كنموذج اخت كانت كتنشط، ومني جاء الملف ديال الريف تحركت في الولايات المتحده الامريكيه، مجموعه من الاحرار والاصوات الحره كانوا يقوموا. هو حنا كنقولوا حنا في المغرب اللي حنا مخلوقين لا اعلاميا، هاد الناس اللي في اوروبا تحيه للجنود الخفاء اللي كيقوموا بالصدق وبالاخلاص، حيت النضال هو اول حاجه صدق واخلاص ووفاء، اللي كينشروا لنا الصوت ديالهم، اللي كيفتحوا لنا المجتمع الغربي، كيفتحوا لنا النظام المخزني الطبيعه ديالو القمعيه اللي مع الشعوب اللي كتعيش بالظلم والقمع. بسبب هذه الممارسات ديالها واحد النهار كتفاجئ الاخت تكلم واحد السيده، الممارسه اللي كيديرها النظام المخزني دار النظام الامريكي، مشات كانسان عادي حتى كيشدوها كيخطفوها اختطاف، كنسمي اول حاجه انا كنسميه اختطاف، حيت ما عطيتينيش واحد السلعه قانونيه واحد السند قانوني اللي كتختطف كيمشيو لولدها. سمعوا الناس شو على جوب كيدير، الا دار هذا خصها دار فيلم اللي خطير هذا. مشاو لولدها، جابوا لي البوليس دري صغير
سميتها الخدمات الاجتماعيه كيفاش بانوا 8 سنين غيشوف هذاك ملي غيشوف البوليس وغيجيو ليه داكشي كيفاش كيفاش غير النفسانيه ديالو كيفاش غيطلع الاخت كيديوها داروا له واحد العمليه اللي غتشوف انا ماشي غنفصل عليكم وحشيه كانها محمره داروها في زنزانه فيرادية ومن زينه فيرادية حرموها حتى من الرؤيه ديال بنت ولدها وخت ولا ما عرفوش فين مشى واش واكل واش شرب الى اخره ومن بعد كنلخص لكم مازال غنناقشوا من بعد المواضيع كيفاش جات هذه القضيه وداروها في قفص حديدي داروها في قفص حديدي ومشي رحلوها وهي كصفقه انا كنقولها كصفقه كصفقه حنا كنعرفوا هذا النظام اللي كيتقتل شي معارض داخل كصفقه انا رليف غنكمل لكم شي رليف تبع البحر على قبل المعتقلين تبع بحر النظام شي قادر يحرقو قادر يحرقو يبيع الجبال ويبيع كلشي من اجل الكرسي كنتحمل المسؤوليه ديالي وما اقول كصفقه كصفقه مع الاداره الامريكيه وهنا بطبيعه النظام الامريكي لا قراو شويه التاريخ ديالو اجدى مع الهنود الحمر واش داروا اش داروا كيدعي بانه كديمقراطيه وكانه حقوق انسان ربيع الشعوب ابان عن حقيقه الدول الغربيه على الكذب ديالها والخداع ديالها الاخت سيام تعرضت من جدوها في القفز وجابوها بواحد الطريقه وحشيه كان حشا واش حيوان دي تعمل معاه بحال هكا اختي يكون حيوان كاع مفترس سبع ما ديرش معاه بحال هكا وما غديرش معاه تعملش معاه بحال هكا السناسل في يديها وفي رجليها وفي كرشها وجابوها ومن جابوها فين جداوها وضربوها نهار جايه بنفسانيه وضربوها بكلاطه ديال بحال كنضربوا شي افلام امريكيه بحال هكا ضربوها وجابوها لهنا ومن كيجيبوها المغرب حصار وتصور عام ونص حنا كرجاله انا كندوي معاها حنا كراجل لكن الحس ديال الامومه عندي امي عندي اختي عندي لكن الحس ديال الامومه شيء اخر حيت الامومه كتسبق الراجل انا في عمري 35 عام سنه انا مشيت لها مشيت داخل جنب زفر كتبقى امي 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 والله ما يجيها الناس علاش هذاك امي تم يكون عندي 40 عام كتبقى لي ديما بحال عندي عامين 4 سنين دابا مشيت دابا مشيت هلقى عشايا حاطه لي عارف شنو الامومه الناس اللي فاقدين الاموات ديالهم راه غيحسوا بهذا الحس راه مشى لحيتي لها ولدها راه كتبغي تغوت مابقاش كتاكل راه فرخ الى حط لها طعم العش هذا مخلوق هذا حس انساني ما بالك ام تهجرها تحرم لها خلات الفيلا ديالها الطوموبيل ديالها خدمتها وفلوسها ولدها علاش على قبل كلمة حق على قبل فضح المغاربة اليوم ما كنطلب منكم والو ما كنطلب منكم حتى شي حاجة تعلموا نضامنوا إلا تضامنا وتوحدنا ونشروا بغينا كل واحد يدير لايف ويهضر على هذا الموضوع بأي حاجة بنقطة نقطة حمل الوالو وغادي نرجعوا نسيب إلى أحضان الأم ديالو بقوة التضامن وقوة الإحساس حيت الاحساس هو اللي هو الشيء هو اللي مخلي سهام واخد هذه المعركه سهام صبرت واحد المعركه لا رجوع لا استسلام معركه الى الامام راه بدات المعركه من مدينه الدار البيضاء والرحله غتبدا في اشكال ابداعيه واشكال تضامنيه كل انا كل احرار اللي متبعينا دابا في الفيسبوك داخل الوطن ولا خارج الوطن كنتمنى منكم ارجوكم نتوحدوا وما نساوش ما نساوش المعتقلين ما غنساوش المعتقلين لكن توحدنا تضامن قضية الإنسانية أول حاجة نحس رحنا قوية بالتضامن كنقول لكم كتب من اليوم أي فكرة عندك أش خسرتي إلا مشيت على بساحة عمومية بدا قلت أنا كلنا نسيم أرجع نسيم إلى أحضان أمي هذا هو بغيت نقول أرجع نسيم إلى أحضان أمي باختصار اسمح لي غير القضيه ديال المعتقلين مزيان مزيان انا كنت سالت القضيه هذه القضيه ديال المعتقلين المعتقل امانه على رقبتي انا ما عمري غادي ننساه لان النهار الاول
دائما كنت كنقول نهار الاول اللي خرج باش كان ندافع على واحد الحق، كان ندافع على حق المعتقل، وانا بيدي جربت شنو هي انني نكون معتقلة. ف يعني المعتقل امانة على رقبتي، ما عمري ننسى المنبر التحية الاستاذ جلول، الاستاذ مجاوي، الاستاذ الحانودي، ناصر الزفزافي، محمد الصريحي صديق، نبيل حمجيق، والجميع ماشي غير هذوك اللي كنعرفوهم، اللي كنعرفوهم شيء، المعتقل بن شعيب، دام ناريف، كاملين اللي كاينين في عكاشة واللي كاينين خارج عكاشة. انا ما عندي شيء معتقل بروميير كلاس ومعتقل سكند كلاس. كل معتقل الرغيف الاسود في جرادة، معتقلين العطش في زاكورة، ومعتقل كل من هو معتقل الرأي يعني في هذه البلاد فهو قضيتي. كوني انني كندافع على ولدي ما كاين شيء انني كناخذ من حق المعتقل. فحق المعتقل جوج حوايج، اولا كمعتقلة كنعرف باش كيحس، حسيتها وعشتها اولا، وثانيا كأم مبعدة على ولدي كنعرف باش يماه كتحس ملي كيجي رمضان وكتوجد بلاش رمضان اي حاجه، اللي كطيب شي حاجه لي ولدي مسكين كتعجبو، هي ملي كتجلس في الطبله وداك الطبسيل قدامك خاوي، بلاصه خاويه، مطع خاوي، شكون غيعمرو البيت عندك خاوي. كنحس بالام اش كتحس بيها، من هنا تحيه الام المعتقل ماس الكلام، تحيه لجميع المعتقلين والحريه الفوريه لجميع المعتقلين، مع رد يعني لفت النظر ولا رجع النظر الى المطالب والملف المطلبي الاصلي. هنا كنزيد عليه هذا الملف، ماشي كناخذ ملف مطلبي ديالي بوحدي، كنزيد عليه، كان عندنا ملف مطلبي زدنا عليه النقطه ديال اطلاق السراح الفوري ولا مشروط لجميع المعتقلين السياسيين، ودابا غنزيد عليه نقطه اخرى وارجاع النسيم الفوري بدون قيد او شرط الى احضان. كنشكر كل من ساهم من بعيد او من قريب انجاح الشكل اللي كان اليوم في اكادير، اللي هو محطه من المحطات اللي كتخوضها، هذه معركه كتخوضها رفيقه سهام، وهذه محطه من المحطات ومازال مستمره بالتحدي والصمود، قادرين ان شاء الله كاملين نرجعوا نسيم الى احضان الام ديالو. قبيله تكلمنا على الهاشتاغ، هذا غير مساله بسيطه، اما ابدع اي حاجه كيبان لك ممكن انك تدمر بها مع نسيم ومع سهام، كيبقى لك انت واسع النظر، تدوينه لايف، خرج تصور، دير اي حاجه، اي حاجه ممكن تحس انها تقدر تضيف شي حاجه للقضيه العادلة ديال سهام ونسيم. وكنقولوا بأعلى صوت، أرجعوا نسيم إلى أحضان أمه والحرية لكافة المعتقلين السياسيين في المغرب، كافة المعتقلين. We are all نسيم، we are all سهام. وكنقول من هذا المنبر من مشيوت اليوم نكونوا مكراش أنا جميع المدن اللي مناضلين معنا دابا قدم غير وقفات، اشكال تضامنيه عديده، ولا من الناحيه القانونيه، لا من ناحيه بحال كل ملفات المنظمات الدوليه اللي في اوروبا، اللي في بلجيكا، اللي في هولندا، يعني نتحركوا ونرجعوا الاعتبار الاخت سهام. وكنشكر المغاربه الا توحدتوا، راه هذه شنو هي هذه، غنضربوا بالعدو.